الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. انطلق على بركة الله وحفظه أول أشواط اللقاية القعدان في هذا المساء من الأشواط المفتوحة. شهدنا وإياكم الهوى من فازت بأول أشواط البكار لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وسنتعرف بعد نهاية هذا الشوط على بطل القعدان في هذا المساء. تتواصل مشاهدينا الأعزاء منافسات ميدان الشحانية في هذا اليوم وفي هذه الليلة، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي ومقدمة الشوط، واذنان على صدارة الشوط ويقود المنطلقين من هجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري، يتابع واذنان في هذا الشوط. ننتقل من واذنان إلى من يحتل المركز الثاني، جراح لسعادة الشيخ سعود، لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سفران في التضمير ودخول وتسلل من قبل زاهي، من انتقل إلى المركز الثاني لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث مع جراح لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد آل سفران في التضمير ودخول أيضا من دليل، يتسلل دليل بدوره ليخطف المركز الثالث لهجن الشحانية التضمير مع المضمر العملاق من قادر هوى في شوطنا الماضي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وننتقل إلى المركز الرابع، ومن يتقدم السيف يتقدم إلى دائرة النداء وإلى عالم الإذاعة والشهرة. رابعا في هذا الشوط لهجن الشحانية سالم بن فاران في التضمير والمتابعة. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى المركز الخامس، ومن يتسلل بدوره السكب لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني التضمير مع راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء، أكملناه على مسامعكم، ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى من يحتل المركز الأول. هنا زاهي انتقل انتقال ممتاز مباشرة من المركز الثاني إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. المضمر سالم بن فاران الذهبي يتابع زاهي، وأيضا هناك ترشيح مبطن لزاهي من يحتل المركز الأول. ننتقل إلى وذنان على المركز الثاني لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان مبدع المضمرين يتابع وذنان في هذا الشوط المضمر المبدع. ننتقل إلى المركز الثالث، وهنا دليل لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي ويليه، وعلى مقربة من دليل على المركز الرابع هنا السيف أيضا من هجن الشحانية سالم بن فاران في التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس يتواجد فيه وعليه السكب لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني المضمر راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. دخول وتسلل على المركز الخامس من الفازع الهجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء، مع انتصاف مسافة الشوط نقترب من الكيلو مترين ونص الأخيرة، وما زال على مقدمة الشوط راعي الترشيح ما زال زاهي لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران، بينما وذنان خطير على المركز الثاني أيضا من هجن الشحانية بقيادة المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. وأرى أيضا اسمين قادمين على المركزين الثالث والرابع بقيادة دليل اللي يحتل المركز الثالث، ودليل يتقدم لهجن الشحانية بينما السيف يخطف من دليل المركز الثالث. في هذه اللحظات أيضا لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران، بينما دليل على المركز الرابع لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويصل
الفازع اللي فزع الى الخمسه المراكز الاولى يريد اختطاف الشوط الاول للقعدان لهدم الشحانيه المضمر المشاغب محمد بن خالد العطيه. غادرنا لوحه الكيلو مترين وباتجاه ال 1500 متر الاخيره يا متابعين يا مضمرين يا مشاهدين، ما زال زاهي بهذا الشعار الجميل شعار هجن الشحانيه وبهذا الشكل الزاهي يسيطر على المركز الاول على ارضيه الميدان وعنده الاستعداد التام للمصارعه اخوانه بنفس الشعار تطلب الامر. هذا هو زاهي على المركز الاول ينفرد والعصاقوس والانطلاق تلقائي والسيف يلاحقه شقيقه في العزبه ايضا لهجن الشحانيه بقياده سالم بن فاران الذهبي يقدم لنا السيف ويقدم لنا زاهي على المركزين الاول والثاني. المركز الثالث يصل دليل لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الويبي في التضمير ويتسلل الفازع يخطف المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما دليل على المركز الرابع أيضا لهجن الشحانية بقيادة سلطان الوهيبي وعلى المركز الخامس وذنان لهجن الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان. 1200 متر بدأت تتكشف معالم الشوط يا مضمرين، بدأت تتكشف الأمور. الكيلو متر الأخير نقترب من الكيلو متر الأخير وزاهي جر الشوط من البداية يحمل عبء كبير من خلال هذا التقدم ومن خلال هذا الموقع المستهدف. الكيلو متر الأخير يفتح ذراعيه مرحبا بقدوم زاهي والسيف وأيضا الفازع. يا سلام، انطلق زاهي على المركز الأول وحبيبات الرمل تتراقص تحت خفاف زاهي في هذا الشوط الأول الرئيسي. يا سلام، يبدو بأن الشوط لزاهي من خلال هذا الانطلاق التلقائي الخوف من السيف ووصل دليل يا هادي يا دليل. يا سلام، هذا هو دليل على المركز الثاني لهجن الشحانية، ولكن زاهي أبدا لا يرضى بتسليم المركز الأول، أبى ثم أبى تسليم هذا المركز. وأشكر من رشح زاهي من الانطلاق سعد بن متلع العتيبي، لله درك يا زميلي ومن واقع خبرة. هذا هو زاهي مشاهدينا الأعزاء يختطف ناموس الشوط دون أي تعليمات ودون أي أوامر تذكر. سلام يا زاهي، سلام ونتوقع عليه ان شاء الله مستقبلا زاهر وباهر في هذا العام في اشواط الذهب اشواط الرموز. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري من اوصل زاهي الى هذا المستوى الممتاز. وسلام يا الذهبي، سلام، تهانينا لهجن الشحانيه على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصل دليل لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث السيف أيضا لهجن الشحانية سالم بن فاران في التضمير. المركز الرابع الوصول من البديع أو بديع لهجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية. المركز الخامس الوصول من الفازع لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. وبالفعل زاهي أحكم القبض على الشوط منذ الانطلاق وحتى خط النهاية ليضرب بيد من حديد على أول أشواط اللقاية القعدان. فتهانينا لهجن الشحانية على هذا المستوى الممتاز لزاهي في هذا المساء. التوقيت الزمني بدون أي تعليمات 7:49، 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران. المركز الثاني دليل قطع المسافة في 7:49، 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث وصل السيف 7:51، 46 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران المري.